مشاهدينا، موعدنا مكفي معكم، بقول صباح الخير مجددا لكل الأشخاص اللي انضموا لنا عبر برنامج أون تايم. يعد الشغف المحرك الداخلي يلي بيقودك لوين ما أنت بدك، ويعرف الشغف المهني بعلم النفس بأنه الرغبة القوية تجاه نشاط محقق للذات أو محدد للهوية بيبذل لأجل الناس طاقتهم وأوقاتهم. بيساعدك العمل على تحقيق الذات وكسب مكانة اجتماعية وإطلاق طاقتك وإبداعك بالإضافة إلى كسب المال. بهالفكرة أكيد بصيرني استقبل تانيا كرم براضعي، ضيفة عزيزة جدا علي ومصممة حلوى، تتحكي أكثر اليوم عن التحديات اللي واجهتها أكيد بهالأعمال الصغيرة اللي بتعملها واللي كبرت شوي شوي لحتى وصلت لمطرح كتير حلو، ونحن أكيد نتمنى لها دايما التألق والنجاح. صباح الخير تانيا. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك بمريم تي في شكرا لاستضافتكم. ببرنامج اون تايم، يعني نورت استوديو تانيا. اول شيء اشتقنا لك، شكرا. وتاني شيء هيك بدنا نعرف اكثر المشاهدين تانيا، كيف بلشت الفكره عندك؟ لانه انا بعرف انه حضرتك مصممه حلوى وبتشتغلي كمان بدومين تاني، يعطيك الف عافيه كيف تقدري تلحقي، بس كمان عندك تصميم كتير حلو، عندك افكار مبدعه، كيف بلشت الفكره معك؟ كيف تطورت لحتى وصلتي مطرح ما انت هلا؟ هي بصراحة تخبرك أنه أنا امرأة عادية، مزوجة وعندي بنتين. بلشت الفكرة لما كانوا أولاد صغار، كنت دايما حب أعمل لهم أنا الجاتويات لعيدهم. كان ما عندي فكرة كتير عن الموضوع، كنت أقدر أعمل خبز جاتو بس ما كان عندي فكرة كتير عن، ما عندي فكرة بالمرة عن التصميم. جربت أفكر وجرب حقق أفكاري، والحمد لله دايما كانوا عم بيزبطوا معي. دايما كنت شوف اشتري كتب اقرا، كتب كان من تصميم او من ريسيبيز او هيك اشياء. سو دايما كنت عم عم تكوني بطور up to حالي، date. نعم عم كون اب تو ديت. وبعدين صار الانترنت اكثر، نعم وصرت عم بعلم زي التعليم، بس يعني تعليم ذاتي كان تقريبا، نعم وقدرت طورت حالي تا وصلت لهون. نعم كان دايما شغلي يلاقي استحسان عند الأقارب والأصدقاء وهيك، فدايما شجعتي أكثر. كان عم بيشجعوني، مشان هيك قدرت كبرت وطورت. أكيد. تانيا، يعني بتعرفي نحن قد إيه بنركز على دور المرأة وقد إيه مهم إنه تمكين دور المرأة بالمجتمع، هل هالمشروع يلي فكرتي فيه حضرتك إنه فكرتي للحظة من اللحظات إنه أنا بشتغل بمطرح تاني ولكن كمان بدي مكن قدراتي أكثر كمرأة، وبدي أحس حالي إنه أنا مستقلة أكثر، يمكن بشتغل على ذاتي أكثر، بحسن من قدراتي لحتى تكون هيك دور المرأة فعال كمان أكثر بالمجتمع؟ اوكي، هو انا بشتغل بمؤسسه تعليميه، نعم وكان عندي شويه وقت مثل ما حكينا انه يكون اهتمامي على صعيد صغير، هو على صعيد عائلتي وعلى صعيد اولادي، ما كان عندي توجه اكبر من هيك. بعدين لما قدرت ابرز حالي اكثر، لما قدرت عم بشتغل اكثر، حسيت صار عندي مثل متعه ذاتيه. نعم ما كان في هدف، ما كان في انه انا وين بدي اوصل، كان عندي متعه ذاتيه باللي انا عم بعمله واللي عم بلاقي استحسان عند الكل. فصرت طور حالي اكثر وصار عندي اكتفاء ذاتي بهيدا الشيء، صحيح. وهذا اللي خلاني احس انه انا عم بقدر اوفق بين عملي الدوامي اليومي وبين هيدا التالنت، هيدا الموهبه اللي عندي اياها. وايه هيدا الشيء حسسني انه هيدا أعطاكي باور كمان. اعطاني باور مزبوط، يعني كان امباورينج، اللي هو امباورينج لا يعني تحسين صحيح تمكين دور المرأة بالمجتمع. صحيح، فهيدا كان يعني وصلني وصلك لهون لهيدي لبرهن المرحلة. انه في لتمكين دور المرأة بالمجتمع. واكتفاء مالي ما كان كمان هيدا هدفي، بس مش غلط، لأنه هيدا الاكتفاء المالي هو يلي خلاني أطور أكتر. كمان يعني كان ما عندي أدوات، ما عندي معدات، ما كان عندي شيء، كان هيدا هو يلي عم بخليني أسس أكتر. كل المردود المالي عم بخليني اكيد أطور بخليك حالي. تتطوري وتصيري لمطارح كمان ابعد. نحن مظبوط، بنعرف تانيا انه حضرتك بتقدمي كتير خدمات، يعني
وبتغطي كتير مؤتمرات، بتغطي أعياد ميلاد، وشغلك كتير رائع، يعني مش إنه رائع، كتير رائع. فشو الخدمات اللي بتقدميهم لحتى كمان هالمشاهدين يعرفوا أكتر؟ لأنه أكيد بنهاية الحلقة رح نقولهم كيف بيقدروا كمان يتواصلوا معك. شو هن هالخدمات، أبرز الخدمات اللي بتقدميهم؟ أوكي، بالإضافة اللي قلت لك الكيكس اللي بلشت فيهم، نعم. أكيد كان يتبعهم غير أنواع حلوى، جميع أنواع الكوكيز، ومن أبرزها الشورت بريد كوكي، الكوكي اللي كتير طبيعية، اللي كتير عادية، السيمبل يلي بكل بيت بتنعمل يعني. بس زدت عليها، مثل ما في كتير عالم كمان عم بيزيدوا عليها عجينة السكر، بس لمست الخاصة كانت هي اللي أكثر شهرتني. كيف؟ كله بيعمل ديزاين، في سيمبل ديزاين، في ديزاينات صعبة أكتر أو معقدة أكتر، بس أنا بحب وصل مسج من هيدي الكوكية اللي عم بعطيها. إذا حدا رايح بده يزور حدا بمستشفى، ليه بيروح على حيالة محل حلوى عم بياخد شيء كل العالم عم تشتري منه، بشوفوه كل العالم، بيشوفوا صحيح. كل العالم، بس إذا طلب مني أعمل له get well soon الشخص الفلاني، كمان بتكون كتير كاستومايزد، بتكون مشخص موجهة لهيدا الشخص، صحيح، فبتعمل طابع اهتمام شخصي أكثر. ايه او اهتمام، يعني بتصير بيرسوناليزد لهيدا الشخص. صحيح. فمن هون بلشت، في كتير عندي زباين بحبوا هيدا الاشياء، فيهم يكتبوا هابي بيرثداي، فيهم يكتبوا اي لاف يو، وعندي زبونه بتحب كتير العالم، سو دايما هي بتطلب انه يكون في عندها تبعت للاشخاص يلي بتحبهم كوكيز عن مهنهم، بلس بتوجه لهم مسج انه انا مقدره تعبكم معي، او انا بحبكم، او شو ما كان حلو. يعني. وهيدي يعني المدام المهضومه كتير حبيت منها اللفت، كتير حلوه. مره طلبت مني بدها جاست للشخص يلي بغير لها دواليب سيارتها، نعم، ليش حلو عن جد. سو قدرت اعمل لها شيء حلو، مهضوم، ولقى استحسان من كتير عالم يعني. صحيح. يعني ما في شك تانية أنه شغلك كتير عن جد حلو. وفي شغلة كمان بيميزك تانية، قبل ما أسألك سؤال تالي، الجول اللي عندك أو الطعمة اللي بيدوقها الشخص، أصلا بتشوفي أشياء غريبة. يعني أنا مزبوط. حتى إذا كان في حيلا برانش، بتكوني حتى أشياء كتير غريبة نوعها وكتير طيبة. يعني أنت سبب نصحتنا هيدي للصراحة، وبذات الوقت تعملي أشياء فعلا مثل ما قلتي اوريجينال، يمكن بكل محل بتشوفيهم عادة، ولكن الأشياء اللي بتعمليها كتير مميزة. تانيا، أكيد في فريق عمل معك، لأنه حضرتك يمكن بلشتي أول شيء ولكن كبرت كل القصص، مين بيساعدك؟ اوكي، بس خليني قبل كفيلك، لأنك ذكرتي قصص البرانش والأشياء اللي شوي غريبة. انا دائما بحب يكون مثل ما قلت عندي لمستي، وعندي الاشياء الاوريجينال يلي يجوا لعندي العالم، لازم اقدم لهم شيء ما عم بيتقدم وين ما كان. مشان هيك انا بقدر ساعد العالم، بعمل اشياء طيبه للاشياء العالم اللي بتتبع حميات غذائيه معينه، يعني صحيح. مثل اللي عنده بيعمل كيتو دايت ليتا ينحرم من اشياء، اللي بيعمل باليو دايت، الفيجن بيبل ما بدهم ياكلوا جاتو، بلا بدهم ياكلوا جاتو، بعمل لهم جاتو. بلس انه الاشياء الموالح مثل ما قلت، اذا في عنا برانش، اذا في مؤتمر، اذا في شيء، اكيد الايتمز يلي بقدمها بالاضافه للاشياء التقليديه يلي موجوده وين ما كان، في اشياء يا ريسيبيز انا وصفات انا بطلعها من عندي، بخلط يمكن وصفتين مع بعضهم، بستلهم شيء، بحلم بشيء بحققه، ومنشان هيك بيطلع عندي اشياء مش ما بتلاقيها وين ما كان. اكيد ما بتلاقيها وين ما كان، يعني سبيسيال لك دائما هيك طبعتك عليها. تانيا، الاكيب مين بيساعدك؟ ايه الاكيب، بصراحه انا بلشت تانيا هيدا هو الاكيب تبعي، او اكيد بس اتطورت لازم يكون في حدا عم بيساعدني. دائما عندي حدا من عائلتي عم بيساعدني، وعندي موظف بدوام جزئي، بالاضافه الى السبورت المعنوي من زوجي واولادي، اكيد من الفاميلي. تانيا، اليوم حضرتك بتغطي مؤتمرات، ومؤتمرات مهمه يعني لجمعيات، لشركات ادويه، وانا شخصيا شايفه الشغل اللي بتعمليه وبلاقي استحسان كثير كبير
كبير حتى من الدكاترة، من الأشخاص اللي بيشتغلوا كمان بالمستشفيات، بس يشوفوا الشغل اللي عملتيه دغري بينبهروا أول شيء بالألوان، بينبهروا بالطعمة وبينبسطوا من هالشيء. قد ايه هيك هيدا الروندمون كمان نحن بس نجي نقول لك الفيدباك او حيلا حدا يجي يقول لك فيدباك معين، قد ايه بتحسي هالشيء بينعكس على شخصيتك وبتحسي حالك انه انت مبسوطه وهيدا الشيء بيعطيكي يمكن دافع لحتى تكملي اكثر واكثر؟ اكيد اكيد، هيدا مش بس اكتفاء ذاتي، هيدا متعه ذاتيه. نعم. هيدا احلى شيء عندي لما بكون في عندي فيدباك كتير حلو. نعم. ولما هالعالم يعني مش بس فيدباك عن الايتم كيف طالعه، مش عن الشكل، كمان عن الطعمه. طعمه هيدا هيدا شيء كتير بيشجع وبيحمسني يعني اشتغل اكثر. نعم. وبما انه بلشت عن طريقه التعليم الذاتي فطورت حالي اكثر، وكان عندي اخذت دورات عند اهم شفيه بلبنان، وكمان هيدا كمان كبرك اكثر. ايه. اكيد. تانيا، في كمان شيء بدي اسالك. اليوم نحن جايين على عيد الميلاد، طبعا هيدا عيد الميلاد بتعرفي قد ايه الناس بتحب تهدي بعضها، وقد ايه حتى يمكن كادو صغير ولكن بيعني كثير للشخص الثاني. اكيد بتكوني من هلا مهموكه وعم تحضري، هل في شيء هيك حلو سبيسيال لنويل عم تحضري؟ ايه، عم بجرب حضر هلا اشياء كمان، اللي اكيد بالاضافه للاشياء التقليديه العاديه اللي بنلاقيها بالسوق. نعم. وكمان في عندي اشياء ديزايند كوكيز جديده غير اللي حطيناهم. نعم. السنه الماضيه، وعم جرب اعمل وصفات جديده كمان. نعم. حتى ترضي كل الاذواق. نعم. إذا بدنا نوجه هيك رسالة للمشاهدين يلي عم بيشوفوك يا تانيا، وخاصة للسيدات يلي بلشوا مثل ما حضرتك بلشتي، كان عندك دومين عم تشتغلي فيه وبعدك أكيد، وهيك جاكي هالشغف بهالمهنة، شو بتقولي لهم أنه يطوروا سمول بزنس أو يفكروا فيه لحتى يطوروه ويصير كبير؟ شو بتوجهي لهم رسالة؟ أول وأهم شغلة هي بده يكون موجودة عندك الهواية. نعم. بتسأليها وبتصير شغف عندك، ومن هنيك بدك تبلشي. نعم. بدك تبلشي، بلشي باللي عندك. ما تقولي أنا ما عندي بادجت. نعم. ما تقولي ما عندي هالشغلة، لأنه أنا بلشت، لما بلشت يمكن ما كان عندي الأدوات كلها. نعم. يمكن كنت أقطع بكباية، كنت أقطع أرسم بسكين وأعمل. نعم. كنت أقطع بحياة لشي بس أحصل على النتيجة اللي بديها. فيك تبلشي من الصفر، ما بديك بادجت كبير، بس المهم المثابرة تتحقق هدفك. والحياة فيها عثرات كتيرة. طبعا. يمكن أول دعسة تطلع ناقصة شوي، في مقابلها عثرة، منشد حالنا مندعس دعسة تانية ودعسة تالتة، وإن شاء الله بتركضي بالنهاية. أكيد أكيد. العناية الإلهية دايما موجودة بحياتنا، قد ايه كمان بتلعب دور بحياتك خاصة بهيدي المهنة كمان، لأن بتقدم شيء كتير حلو لمرضى، لدكاترة، لناس، لأشخاص بيحبوا يفرحوا الشخص التاني. هيدي الشغلة أكيد العناية الإلهية بتكون موجودة، قد ايه موجودة بحياتك تانية؟ أنا بحس العناية الإلهية رافقتني من ولادتي. نعم. يعني كان في ملاك حارس معي كل وقتي، لأن أنا خلقت بعائلة محبة قدرت علمتني وكبرتني. نعم. قدرت التقيت بالشخص المناسب لإلي، كمان هي عناية إلهية. نعم. خلتني التقي بالشخص المناسب لإلي، تقدرنا عملنا عائلتنا نحن الصغيرة. نعم. وكمان العناية الإلهية رافقتني بكل حياتي، بنجاحي بشغلي. نعم. بتطوري بهذا الشغل الثاني، بكل خطوة عم بخطيها بحياتي. فأكيد. والأهم هي العناية الإلهية، بدك تأمني فيها. صحيح. حتى تشتغل معك. صحيح. أو تتأمني فيها بدي يكون عندك إيمان بالرب، وبدي. نعم. يكون عندك صلاة متواصل، وبدك تكوني بتحب الناس. صحيح. وبتحب تساعد الناس كمان. نعم. يعني. نعم. تتوصل إلى وقت أنا عم بقدم لك شيء كاستومايز لك لأن أنا بحبك. صحيح. أنا مش لأن أنا مني شخص ماركتينج بيرسون. نعم. أنا مني شخص. نعم. تسويق. والمعروف لا. عليك هيك أكيد أنا تانية. شخص بحب
بعمل، ما بحب ما بعمل، قليل تا ما احب، بس انه اجمالا بعمل كله من بحب. بحب، نعم، من قلبي بيطلع. تانيا، كيف بدهم يتواصلوا معك المشاهدين؟ لانه نحن حمسناهم قد ايه في اشياء عن جد كثير طيبه وما بتنصح وحلوه وكستمايز، كيف بيتواصلوا معك؟ انا شوي كسوله بالسوشيال ميديا، بس عندي بيج على انستغرام. نعم. بعد ما فيها، فيها اكيد ايتمز بس ما فيها كل الايتمز. سو يعني اللي بحب يشوفها هي تي اند بسكت. نعم. تي فيها تكون الشاي. نعم. والبسكوت، وفيها تكون تي تانيا والبسكوت. حلو. اي سو نعم. هيدي تي ورقم اند بسكت التليفون. على انستغرام، وهي نعم. ذاتها كمان البيج موجوده على على فيسبوك. الفيسبوك. نعم. ورقم التليفون هو 03 نعم. 86-06-55. نعم. سو اذا اكيد ما لقيتوا طلبكم على بعدكم، بعدكم نزل أكيد. اشياء اكثر على السوشيال ميديا، بس اذا ما لقيتوا طلبكم على السوشيال ميديا اتصلوا فيي، وكل احلامكم تتحقق. لانه انا الموتو تبعي، الشعار تبعي baking dreams come true، يعني بخبز احلامكم تتصير حقيقه. فعلا. سو شو ما بتطلبوا كله بيقدر، بنقدر نحققه بالواقع. نعم. يعني تانيا كرم برادعي، انا اكيد بدي اتشكرك لحضورك معنا اليوم بمريم تي في وببرنامج اون تايم. شكرا. اكيد باسمي وباسم مريم تي في بنتمنى لك دائما التالق والنجاح، وان شاء الله على نوال نشوف كثير اشياء حلوه ان مثل شاء الله العاده. على رد. وبنطلب اكيد من كل المشاهدين تعملوا لها فولو لتانيا لحتى تشوفوا كل جديد، لان مثل ما قلت لكم كل الاشياء اللي بتاكلوها عندهم عندها ما بتنصح وكتير طيبة، وبتكون هيك كاستمايز لكل الأشخاص اللي بتحبون، وخاصة على نوال في عندكم كتير كادويات. فبدأ أتشكرك. شكرا. وشكرا لحضورك معنا. شكرا لمريم تي في. أهلا وسهلا فيك. لك ريتا تحديدا. أهلا وسهلا فيك صديقة عزيزة. تسلمي، شرفتينا. وبتشكر المشاهدين يلي حضرونا، بتمنى لهم فيك. نهار سعيد. شكرا، شكرا لك. مشاهدينا نحن رح نتوقف مع بريك صغير، انطرونا راجعين.